تداول الحجاج أخبار ثورات السنة ففيها. ثار بمصر أمير القيسية علي بن عبد العزيز الجروي، وتصدى له ولي مصر عبيد الله السري فقمع ثورته واستولى على ما كان بيده. وثار في منطقة عكب اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله العلوي احتجاجا على ظلم الولاة، فأرسل الخليفة العباسي المأمون جيشا بقيادة دينار بن عبد الله ومعه كتاب أمان لعبد الرحمن، فاستجاب عبد الرحمن وأعلن الطاعة للمأمون. وفي إفريقيا ثار زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية على أميرها زيادة الله الغلبي، فقمع ثورته بشدة